إليك مجموعة أعشاب وتوابل ثبت أنها تقاوم الأمراض والالتهابات. الكركم أحد أفضل الأعشاب المستخدمة منذ القدم لخصائصه المضادة للالتهابات وفوائده المذهلة التي تكافح الأمراض المزمنة. مضاد للسرطان وللأكسدة، يحسن الوظيفة الإدراكية لمرضى الزهايمر، وينظم مستويات الكوليسترول، ويكافح أعراض الشيخوخة. القرنفل يعالج آلام الأسنان والتهاب المفاصل، غني بمضادات الأكسدة، مسكن للآلام، مضاد للالتهابات، يقاوم سرطان الرئة، يعالج مشاكل الجهاز الهضمي. انقعه في الماء الساخن مساء وتناوله في اليوم الموالي بعد تصفيته. احتساء ماء القرنفل بانتظام يصلح عملية الهضم ويعيدها إلى مسارها الصحيح. الحبهان أظهرت عدة دراسات أن الحبهان يحارب البكتيريا ويمنع تكون الأورام في الجسم، ويقاوم سرطاني القولون والجهاز الهضمي، ويقي من قرحة المعدة، وهو مضاد للجراثيم. القرفة خصائصها الطبية رائعة، تنظم مستويات السكر في الدم، تمنع أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وتسكن آلام التهاب المفاصل. الكمون غني بمركبات مقاومة للسرطان، مضاد للسرطان والالتهابات، يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكري والحموضة، ما يمنع تقرحات المعدة. الشمر بذور الشمر المجففة تخفف المغص والغازات، لها خصائص مضادة للسرطان، وهي غنية بالألياف والكالسيوم وفيتامين سي والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز. النعناع طازجا أو مجففة ينظم الدهون، يخفق عسر الهضم، يثبط الإشريكية القولونية، ويخفف أعراض الربو وقرحة الفم. هل تداومون على استخدام هذه الأعشاب؟